السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الأعزاء. إطلالتنا تتجدد في فقرة قبل الختام، هذه الفقرة التي نطل من نافذتها على كل جديد يتعلق بالساحة الوطنية ولم يأتي في العناوين العريضة والبارزة لمسائيتنا الإخبارية. من أبرز طبيعة الحال العناوين التي تحضر على طاولة التحرير في غرفة وفي أروقة الأخبار، عديد العناوين وعديد القضايا والملفات المطروحة والتي لها تداعياتها داخل الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نبدأ هذه الفقرة بحول الله بما يتعلق بمحاربة الفساد، هذا الشعار مشاهدينا الكرام الذي حضر كأبرز الشعارات في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولي عبد العزيز، والذي بطبيعة الحال استقطب بريقه حينها أيام الانتخابات الرئاسية عديد المواطنين الذين التفوا من خلف هذا البرنامج الذي وصفوه بالبرنامج الطموح من أجل محاربة الفساد التي عانى منها الوطن وعانت منها هياكل وهيئات الهيئات الحكومية داخل البلاد على مر السنين الماضية. الشعار جاء كما قلنا مشاهدينا الكرام في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وظل الحديث عنه يتداول داخل الأوساط السياسية حول مدى جدية النظام الحاكم حينها في تطبيق هذا الشعار على أرض الواقع والنزول به إلى أرض الميدان. اليوم يبدو بأن النظام الحاكم والحكومة الموريتانية مصرة على أن يظل هذا الشعار قائما ودائما حاضرا كأبرز الشعارات في أدائها وفي أجندتها العملية المتعلقة بالإنجازات داخل البلاد. هنا حيث نلاحظ بأنه بعد كل فترة تطالعنا الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية بأنباء تارة من هنا وتارة من هناك تحمل جديدا يتعلق بلجنة التفتيش ومداهمتها لبعض الهيئات والمراكز التابعة للحكومة في إطار تفتيش عام وتقييم لأداء هذه الهيئات، ودائما ما تحصد شباك لجنة التفتيش عديد المتهمين في قضايا الفساد. يبدو بأن الشعار ما زال حاضرا ويبدو بأنه يستعصي على الانتظار ويظل قائما في الأجندة العملية للنظام القائم، خاصة بأن عديد المراقبين السياسيين يتحدث اليوم عن أن هذا الشعار بعد قضية ملف سوني ماكس الأخير يبدو بأنه عاد إلى الواجهة من جديد وبدأ يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام رئيس الجمهورية محمد ولي عبد العزيز، وقد يحمل أو تحمل الأيام القادمة جديدا يتعلق بمحاربة الفساد على حسب تعبير المراقبين السياسيين للمشهد الوطني. العنوان الثاني والذي حضر على طاولة التحرير وفي غرفة الأخبار واستقطب اهتمامنا كمحررين للمسائية الإخبارية ولم نتركه يمر هكذا دون أن نقف عنده بشيء من التفصيل، هو العنوان المتعلق بالوزاري، هذا المجلس الذي سيعقد في جلسة استثنائية يوم الاثنين حسب ما ذكرته بعض المصادر الخاصة وحسب ما طالعتنا به عديد الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية لهذا اليوم. الاجتماع الاستثنائي ليس جديدا على بروتوكولات وأجندات الحكومة الموريتانية، ولكن الجديد الذي قد يكون هو المحطة التي استوقفتنا في الخبر هو الوقت، يعني من حيث بعدي الزمان والمكان لاجتماع مجلس الوزراء، حيث يأتي هذا الاجتماع في ظل أحاديث متداولة داخل مراقبي الساحة السياسية والمشهد الوطني عن حوار وطني على الأبواب وعن ربما تعديلات وزارية قد تكون ملائمة للحوار الوطني المرتقب. ما يدفعنا في ظل هذا النبأ الجديد المتعلق باجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الاثنين القادم إلى طرح عديد التساؤلات حول هل هناك فعلا إرادة للنظام القائم في تغيير
بعض الهياكل الحكومية وفي تغيير بعض الشخصيات الوزارية في إطار ترتيب بيادقه وترتيب أمتعة بيته الداخلي من أجل إطلاق الحوار الوطني المرتقب، وهل سيكون هذا التعديل الوزاري أو هل سيأخذ هذا التعديل الوزاري بعين الاعتبار متطلبات إنجاح الحوار الوطني الذي ما زالت تتخلف عنه أغلب الأطياف السياسية المعارضة، خاصة بعد إعلان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عن رفضه للدخول في أي حوار لا ضمانة له. العنوان الثالث الذي حضر أيضا على طاولة التحرير وكان له جزء كبير من النقاش والاهتمام داخل اجتماع التحرير الخاص بمسائية السبت لهذا اليوم هو العنوان المتعلق بقضية نظافة العاصمة نواكشوط ودور المجموعة الحضرية في نظافة العاصمة نواكشوط، حيث طبعا استقطب اهتمامنا الموضوع والخبر المتعلق بأن ثلاث شركات من الشركات التي كانت المجموعة الحضرية قد أسندت إليها مهمة تنظيف العاصمة قد رفعت الراية البيضاء وسلمت أو هي في صدد تسليم أمتعتها والرحيل بطبيعة الحال وترك المهمة التي تم انتدابهم لها من قبل المجموعة الحضرية في ظل احتجاجات على عدم تسديد المخصصات المالية التي اتفقوا عليها مع إدارة المجموعة الحضرية، وهو ما يضع أيضا تساؤلا كبيرا في هذا الطريق يتعلق أساسا بمدى نجاعة أداء المجموعة الحضرية في تغيير واجهة العاصمة الموريتانية وفي تحسين الصورة العامة لوجه العاصمة نواكشوط، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالحديث المتداول بين المراقبين للشأن الوطني والمتعلق أساسا بأن السياسة الجديدة التي اتخذتها ماتم التحمادي رئيس المجموعة الحضرية كانت تصب في أن المجموعة الحضرية ستقوم باستقالة غير مباشرة عن أداء مهمة نظافة العاصمة نواكشوط وتسليمها لرجال الأعمال فيما اعتبره بعض المراقبين يعني نوعا من التنازل عن أهم وأبرز ركائز العمل الحضري لمجموعة نواكشوط الحضرية، وهو أيضا ما يفتح الشكوك على مصراعيها حول الأزمة المالية ومدى نجاعة ومدى أيضا عدالة التسيير المالي للمجموعة الحضرية، وهل ستكون هذه المجموعة ربما تحت أعين وتحت رقابة لجنة التفتيش الأخرى وقد تكون ربما هي الهيئة الحكومية القادمة في أجندة لجنة التفتيش، وهذا أيضا له صلة بملف الفساد الذي تحدثت عديد التحليلات وعديد المراقبين السياسيين عن حضوره بقوة على طاولة رئاسة الجمهورية في هذه الأيام. العنوان الرابع أيضا الذي أخذ مكانا عريضا من الصفحات الرئيسية لاجتماعنا وهو الاجتماع التحريري في غرفة الأخبار الخاصة بمسائية السبت هنا بقناة الوطنية هو العنوان أيضا المتعلق بقطاع الصحة وخاصة ربما الروح التي ينبض بها قطاع الصحة المتعلقة أساسا بأكبر إنجازات هذا القطاع والمتمثلة في أجهزة سكانير، حيث ذكرت عديد المصادر الإعلامية بأن ثلاث أجهزة من أجهزة سكانير تعطلت تماما عن العمل داخل المستشفيات وأن هناك جهاز واحد هو الذي ما زال قائما بعمله والمتعلق أساسا بمركز التخصصات وهو الجهاز الذي يوجد في مركز التخصصات وقد يتعطل في أقرب الآجال نتيجة لقوة الضغط عليه بعد تعطل الأجهزة سكانير الأخرى. هذه القضية وهذا الخبر وهذا النبأ يجعلنا نفتح ملف التساؤلات حول قطاع الصحة وحول أيضا أداء هذا القطاع خلال هذه السنة تحديدا وحول إمكانية أيضا نجاح هذا القطاع في تجاوز هذه الأزمة الكبيرة المتمثلة في تعطل ثلاث أجهزة من أجهزة سكانير وانعكاس هذا على المرضى الموريتانيين وربما يؤدي في النهاية إلى العودة إلى الاعتماد على الأجانب فيما يتعلق بعلاج المواطنين والعودة إلى الرحيل وإلى السفر من أجل العلاج ومن أجل أيضا إقامة الفحوصات الطبية على جهاز سكانير بشكل عام، ويجعلنا أيضا نضع المطالب التي تحدثت عنها الساحة الوطنية وتحدث عنها المراقبون الوطنيون
على واجهة المشهد الإخباري لنا، خاصة فيما يتعلق بضرورة التدخل العاجل من قطاع الصحة لإنقاذ هذه الأجهزة التي تعتبر هي الأمل للمرضى الموريتانيين، وهي أيضا القلب النابض لروح الإنجازات في قطاع الصحة، خاصة أن هناك خناجر اتهامات تحاصر هذا القطاع من مختلف الجوانب، وتوجه إليها أصابع الاتهام في تراجع الأداء وفي الانتكاسة التي يتعرض لها بين الفينة والفينة. إذن هو خبر ونبأ أيضا كان له مكانه في غرفة التحرير وفي غرفة الأخبار تحديدا ضمن إعدادنا للمسائية الإخبارية، لما له من أهمية خاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين. ستكون لنا إطلالة أخرى، ستكون لنا عناوين بارزة هي الأخرى في الأسبوع القادم وفي مسائية السبت القادمة بحول الله، وسنطل من نافذة من نوافذ المسائية الإخبارية حينها بكل جديد يتعلق بالساحة الوطنية، فترقبونا.